طبعا الله يرحمه ويغفر له، وأنا برضو بكن لي كل الاحترام والتقدير. طبعا هو السوشيال ميديا هي اللي بتزود الكلام والإشاعات اللي بتطلع والحاجات، بس يعني أنا برضو كنت عايزة أعلق على حاجة لها علاقة بالأستاذ عمري فاروق. إن أنا شفت قريب أحد من أقاربه كان كاتب كومنت أو بوست، مش عارفة هو مين، بس اللي هو كان بيقول إن أنا والدتي شمتنا في موته أو حاجة زي كده. فأنا عايزة أقوله يعني هو في بني آدم طبيعي ممكن يشمت في موت حد أو في مرض حد، يعني أنا ولا أهلي كده ولا تربيتي كده ولا ديننا أصلا كده. فيعني دي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، يعني حتى كان في ناس بترد عليه طب أنت شفت فين الشماتة دي، شفت مثلا بوست أو شفت صورة أو شفتنا؟ بالعكس يعني إن إحنا حزننا كتير طبعا على موته، كانت صدمة بالنسبة لنا كلنا، صدمة لأي بني آدم طبيعي يعني، كانت حاجة فجأة. وهو أصلا كان صديق عزيز حتى بعيدا عن أي مشاكل كانت موجودة، وحتى لو أنا كنت زعلانة منه في الفترة الأخيرة، وحتى أنا مش هذكر دلوقتي يعني أنا ما ينفعش أصلا أن أنا أذكر أنا كنت زعلانة منه في إيه ولا حاجة. واحد دلوقتي ما بين إيدين ربنا، وإحنا أي شخص هيموت، أي حد، كلنا هنموت وكلنا هنعدي بحاجة زي كده، فأنا ليه هشمت في موته؟ حتى هو ما قدرش أن هو يرد على الناس يقول لهم هو فين الحاجة اللي أنت أثبتها أن إحنا شمتنا في حاجة زي كده. لا، هو كان صديق عزيز لوالدتي، وكان تقريبا هو أقرب واحد ليها يعني في مجلس إدارة النادي الأهلي. وحصل مشاكل، حصل مشاكل كتيرة في آخر فترة ما بيننا، وكلها كانت اختلاف وجهات نظر، والناس بتقول أصلا ما سلمتش على عمري فاروق. أنا كنت زعلانة فعلا منه، أنا كنت زعلانة منه جدا، وبرضه مش هذكر أنا زعلانة منه ليه أو في إيه. وبتقول أنا ما سلمتش عليها، هو ما مدش إيده أصلا سلم عليا، أنا مستحيل كان يمد إيده وأنا ما مدش إيدي، دي كانت حاجة مستحيلة. فاللي هو انا مشيت وخدت جنب ساعتها في الموقف اللي هو بيتكلموا عليه، وده حاجه يعني من جوايا انا كنت زعلانه، لكن بالنسبه لشماته في موت ده مو حاجه مستحيل. يعني انا كنت زعلانه ان الناس بتشمت في مرضي، فانا هرد على الناس بنفس الكلام؟ لا، حاجه مستحيله يعني، ربنا يرحمه ويغفر له.